من الدوحة يوسف إبراهيم المالكي المدير العام لوكالة الأنباء قطر. سيد يوسف فتعليق فلم تنظر عن الأيام على لقاء جمعه مع في الكاتب عددا كبيرا من الأسئلة التي رأت. إذن ما زلنا متواصلين معكم مشاهدين الكرام على الهواء مباشرة في هذه التغطية الخاصة في برنامج الحقيقة من أجل الوقوف على حملة التحريض المستمرة على دولة قطر، وكذلك الحديث عن الإجراءات غير المبررة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. ويسعدني أن أرحب في هذا الجزء بالشيخ جاسم بن جبر الثاني الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة. شيخ جاسم أهلا وسهلا بك. يا مرحبا. وبالسيد عبد الله بن ناصر السبيعي الرئيس الهيئة العامة للطيران المدني. سيد عبد الله سعداء بوجودك معنا. يا مرحبا يا أخو. حياكم الله. نبدأ معك شيخ جاسم. طبعا العلاقات وقطعت، هل سيتأثر السوق القطري خصوصا من الجهة البر؟ الكل يعلم بأن عندنا حدود برية مع المملكة العربية السعودية. صحيح. وتوقفت هذه الحدود، مدى احتياجات السوق المحلي؟ هل هناك ضرر؟ طبعا السوق القطري لن يتأثر بالإجراءات اللي اتخذت مؤخرا من حيث قطع العلاقات الدبلوماسية من بعض الدول الخليجية أو نتيجة لإغلاق الحدود. السبب أن هناك خطة محكمة حكومية بشأن التعامل مع هذه الأزمات. طبعا الخطة على أساس تضمن استمرارية تدفق المنتجات والسلع الاستهلاكية والسلع الأساسية بشكل منتظم واستيرادها من دول مختلفة ومصادر مختلفة. طبعا غالبية السلع اللي تصل لدولة قطر سواء السلع الاستهلاكية أو الغذائية غالبية تصل من منفذ الجوي ومن المنفذ البحري، ميناء حمد. من ميناء حمد ومن مطار حمد. لذلك طبعا إغلاق الحدود البرية هذا ما يمثل لنا أي نسبة مخاطرة، والسلع اليوم متوفرة في السوق، صارت فيه تنسيق مع جميع منافذ البيع وجميع المجمعات الاستهلاكية وأيضا الموردين لضمان استمرارية توريد السلع وثبات الأسعار. وهذا طبعا بالتوازي مع ذلك، هذا عنصر. العنصر الثاني ثبات الأسعار. يمكن المقيمين على دولة قطر يعرفون أن في مبادرة لوزارة الاقتصاد والتجارة من حيث تثبيت أسعار أكثر من 50,000 سلعة، وهذا تم قبل الأحداث الأخيرة. صحيح. لذلك اليوم إحنا الأسعار مثبتة زيادة عن طريق الوزارة. لذلك يعني نطمن المقيمين على دولة قطر أن لا يشيلون هم من حيث ارتفاع الأسعار، من حيث توفر المواد الاستهلاكية والأساسية مثل ما تفضلت 50,000 منتج. نعم. وفي انتظام بالنسبة لتوريد السلع، كل الجهات المعنية بالخطة هذه خذت أدوارها قبل فترة وقاعدة تنفذ الخطة، والنتائج أفضل من المتوقع. نعم. حنا نبقى يعني هذا رسالة للجميع طبعا من خلال برنامج الحقيقة أن السوق القطري لن يتأثر أبدا بقطع العلاقات الدبلوماسية وأيضا بإغلاق الحدود مع المملكة العربية السعودية. أنتقل لك سيد عبد الله بن ناصر السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني. حركة الطيران، شلون حركة الطيران؟ هل تسير بشكل طبيعي حتى الآن؟ نعم طال عمرك. طبعا لا شك حركة الطيران تسير بشكل طبيعي ولله. حسب ما هو مخطط له. لم نتلقى لحد الآن أي إلغاءات أو أي للرحلات المجدولة. لا شك أن بتكون الحركة من خلال الممرات اللي هي في المياه الدولية، وهذا تم التنسيق مع المنظمة الدولية
للطيران المدني لاستخدام هذه الممرات لعبور الطائرات إلى شتى أنحاء العالم. فنحب نطمن طبعا الجميع أن الأمور تمشي بشكل طبيعي، الجدول الرحلات بيمشي بشكل طبيعي وما راح يكون في أي تأثير إن شاء الله. نعم الحمد لله. نعود لك الشيخ جاسم عن مسألة خطة طوارئ وضعتها الحكومة لمواجهة مثل هذه الأزمات، نتحدث فيها. خطة الطوارئ اللي وضعت يعني تتمحور حول عدة عناصر. العناصر الأساسية فيها ضمان توفر السلع الأساسية والسلع الاستهلاكية اللي يحتاجها المقيمين على دولة قطر، ضمان توريدها في الوقت المناسب وبكميات إضافية. أيضا الخطة متنوعة وتقوم على يعني تنفيذها عدة جهات، الموردين، منافذ البيع، أيضا الجهات اللي تقدم الخدمات اللوجستية من الوزارات المختلفة. نعم احنا مستمرين في الحوار، لكن عودة مثل ما تفضل السيد عبد الله إلى موضوع حظر سفر الشركات الإماراتية وأيضا طيران الاتحاد مثل ما تفضلت، والخطوط السعودية وطيران الخليج وفلاي دبي والعربية ومصر للطيران وطيران القاهرة من وإلى الدوحة. قالت الهيئة العامة للطيران المدني واللي رئيسها موجود معنا الآن إن معدل عدد الركاب اليومي لهذه الشركات لن يتأثر في نسبة نمو حركة الطيران في قطر، وأن تأثيراته محدودة جدا نظرا لمستوى مساهمة هذه الشركات في إجمالي طبعا عدد المسافرين. فقد سجل معدل الركاب اليومي خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر أبريل من العام الحالي 110,000 راكب، بمعدل طبعا 8,134 راكب كل يوم. وقد سجلت أعداد المسافرين على متن الخطوط التابعة لدولة الإمارات معدل 6,234 راكب يوميا فقط، فيما سجل الطيران السعودي 333 راكبا يوميا، وشركات الطيران المصرية 652 راكب يوميا، وشركات الطيران البحرينية 915 راكب يوميا. سيد عبد الله، مثل هذه الخبر اللي طلع قبل قليل عن رئيس عن الهيئة العامة للطيران المدني، هناك أيضا اتفاقيات دولية تحتم وكأن شيء لم يتغير، نتحدث في هذا الجانب تحديدا. طبعا مثل ما تعرف احنا أعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني، وكذلك احنا أعضاء في اتفاقية شيكاغو المعنية بالطيران المدني. اتفاقية شيكاغو طبعا كل دول العالم أعضاء فيها ومصادقة عليها، وتمت مصادقة عليها وتمت تنفيذها. فإحنا طبعا نتبع القانون الدولي في هذا المجال، في مجال الطيران بشكل عام. أما من ناحية الإحصائيات اللي تكلمنا فيها الآن، هي الإحصائيات في معدل في اليوم 110,000 مسافر يستخدمون مطار حمد الدولي. الشركات التي أعلنت وقف رحلاتها إلى مطار حمد، المجموعة الشركات هذه ما يعني تشكل 7.4% من عدد الركاب اليوم. كم الرقم مرة ثانية؟ 7.4% من 100 من نعم. في المية من إجمالي من عدد المسافرين في اليوم، في اليوم الواحد. معناته أنت تتكلم أنت على ما في التأثير بالشكل الكبير على عمليات مطار حمد. أنا نقول إحنا فقدنا عدد كبير من المسافرين. مطار حمد سيتم طبعا استمرار العمل فيه كالمعتاد. الرحلات تم تأمينها بحيث أنه تغادر في نفس الوقت. قد يكون في بعض الرحلات يكون في تغيير في الجدولة. هذا خطوط البديلة اللي بيتكلم عنها. نعم. طبعا المجال الجوي للشقيقة المملكة العربية السعودية سكروه الجماعة، وأيضا البحرين والإمارات العربية. نعم. مسار الطائرات. مسار الطائرات احنا طبعا شمالنا في مياه دولية. فالمياه الدولية احنا تواصلنا اليوم مع منظمة الطيران المدني الدولي في الصباح بعد طبعا الإعلانات اللي صدرت عن هذه الدول. نعم. وتم التنسيق وتأمين ممرات للطائرات اللي تحلق من قطر إلى العالم بشكل عام. ما عندنا أي إغلاقات راح تكون، ما نتوقع أي تأخيرات، ولكن سيتم أكيد بعض الجدولة، عمل جدولة جديدة لبعض الرحلات حتى يتم التنسيق بشكل جيد. نعم شيخ جاسم، طبعا بصفتك طبعا وكيل وزارة مساعد لشؤون المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة،
نتحدث عن المخزون الاستراتيجي الوافر. طبعا هناك سلع غذائية واستهلاكية تأتي من الشقيقة من المملكة العربية السعودية، والكل يعلم بأن الحدود البرية الوحيدة لدولة قطر هي من المملكة العربية السعودية فيما يختص بالمواد الغذائية تحديدا. يعني المواد الغذائية الأساسية مثل ما قلت لك، الخطة اللي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى وبالتعاون مع الموردين كقطاع خاص والمجمعات الاستهلاكية، نعم، يعني وضعت نصب عينها أن في المرتبة الأولى أن السلع الأساسية ما تنقص على المواطنين وهي وبشكل فائض. اليوم اللي ينزل للسوق بيلقى أن المنتجات ما صار فيها وحتى أي شيء موجودة يعني. والمخزون اللي موجود عند المجمعات الاستهلاكية كافي عوضا عن المخزون اللي موجود عند الموردين. هذا بالإضافة إلى مع الخطة، خطة الطوارئ الحكومية، نعم، هناك خطط بديلة لمواجهة أي نقص والاستيراد من أي دولة ومن أي مصدر. أيضا هناك على طاري هذا الشيء السلع الاستهلاكية والغذائية، هناك المغرضين طبعا اللي يتماشون مع أهداف بعض الدول وتحديدا على دولة قطر بأن يعني الدولة وكأن مدخلنا الوحيد لدولة قطر الاستهلاكي وأيضا الصناعي وغيرها من هذه المجالات وكأنه على الحدود البرية، وهي نسبة جدا تكاد لا تذكر. هذا الكلام غير صحيح، والنسب موجودة عندنا وتبين أن غالبية استيراد السلع الاستهلاكية والسلع الأساسية تأتي من المنفذ الجوي ومن المنفذ البحري. طبعا أنا أشكركم. في كلمة أخيرة سيد عبد الله بن ناصر سبيعي. بالعكس، إحنا مثل أنا أشكركم طبعا، والحمد لله اليوم طلعنا على الهواء على أساس أن إحنا نطمن جميع المواطنين والمقيمين على دولة قطر أن بالنسبة لقطاع الطيران راح يمشي كالمعتاد، الجداول راح تكون كالمعتاد، الأمور راح تكون ما يعني نستبعد أن أي حد يحس بأي تغيير بالنسبة للرحلات، فالأمور إن شاء الله بإذن الله تمشي بالشكل الطيب بحول الله تعالى. والسبعة في المية أيضا ممكن استبدالها بوجهات أخرى. والسبعة في المية أكيد إن إحنا أيضا إحنا نطمن بعد المقيمين على دولة قطر أن السلع الغذائية الاستهلاكية والتموينية متوفرة وبكميات كبيرة، لذلك يعني لا داعي للقلق، لا داعي لأي سلوك، يعني كل السلع متوفرة، نعم، والاستيراد قاعد يتم بوتيرة منتظمة ومن مصادر مختلفة ومن دول مختلفة. نعم، وأنا بدوري طبعا أشكركم الشيخ جاسم بن جبر الثاني وكيل وزارة مساعدة شؤون المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة على الحضور وأيضا على هذه المعلومات، والشكر طبعا وصول لك السيد عبد الله بن ناصر بن تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، شكرا جزيلا لكم على الحضور. شكرا جزيلا. والشكر طبعا موصول لكم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعة، وقبل الختام نستذكر معا هذه الجمل التي لن ننساها أبدا وستورث طبعا لأجيال وراء أجيال. إمهال القطريين لمدة 14 يوما للمقادرة، من وين؟ من المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين للأسف. إغلاق الحدود والمجال الجوي مع دولة قطر، قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر، كلمات مشاهدينا لن تنسى أبدا. طبعا ننوه مشاهدينا في نهاية هذه الحلقة تزامنا مع السيل الكبير من الاتهامات الباطلة والظالمة على دولة قطر، ندعوكم للمشاركة في هذا الهاشتاج واللي تجاوز عدد المتفاعلين مع 400,000 تقريدة، ابتكر تهمة لقطر. حفظ الله قطر. وكما بدأنا معكم هذه التغطية بآية كريمة من القرآن الكريم، أيضا نختمها بآية أخرى من القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اجعل هذا بلدا آمنا. صدق الله العظيم. اللهم احفظ قطر وأميرها وشعبها من كل مكروه، وأدم علينا نعمة الأمن والاستقرار وعلى سائر بلاد المسلمين. إلى هنا وصلنا معكم مشاهدين الكرام إلى نهاية هذه التغطية، لكم مني التحية والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوسف الأمير فلم تنهي عن
في الكاتب عددا كبيرا من الأسئلة التي راجعت.